هنزوده مع بعض في الشهر. هنزوده مع بعض 3 فلوس في الشهر. ماشي. هو ده كتير صح؟ لا انا لسه جاي في الكلام. بص معايا يا جماعه. انا لا مع بعض صفحه يا جماعه بتاعتكم الثانيه دي مكان صفحه 2 في المذكره دي صفحه رقم 2 في ناس خدت الورقه وانا ما فيهاش حاجه عندها فهي ورقه فيها بس حاجات صغيره قوي زياده يعني مثلا بيقول لك البكتيريا على حسب الهابيتيت بتاعها هو معنى كلمه هابيتيت المعيشه بيقول لك البكتيريا بيقسموها احنا على حسب المعيشه حاجه اثنين في بكتيريا عايشه في الانفايرمنت اسمها سابروفايل في بكتيريا عايشه في الانفايرمنت اسمها سابروفايل الكلام ده كله صفحه 2 هتحطه ورايا الصفحه اللي تحطها زياده اللي ما خدهاش تطلع خدها من بره في بكتيريا اسمها سابروفايل عايشه في الهواء اللي حوالينا وفي بكتيريا عايشه جوه جسمنا جوه الجسم الحي اسمها بكتيريا باراسايت انا بقول يا جماعه عشان حد يقراها لوحده جايه سهله في بكتيريا عايشه على الحيطان سابروفايل وعايشه جوه الجسم دي باراسايت الشيب بتاع البكتيريا كنا قلنا زمان مع بعض البكتيريا يا غفران يا باسيلاي يا فيبريو يا سبايروكي ده كان زمان البكتيريا يا غفران يا باسيلاي يا فيبريو يعني وان كير يا سبايروكي هو احنا بس تعمل حسن عليكم زودنا شكلين زياده زودنا شكل اسمه اوبر كده عملناه كوكو باسيلاي لاي حد يقول لك ايه كوكو بصلاي ايه؟ قول له بكتيريا دي بكتيريا اوبن بكتيريا اوبن تبان اقصر من بصلاي واطول من كوكا شويه اسمها كوكو بصلاي كوكو بصلاي وفي بكتيريا 2 كيرف بس 2 3 كيرف اسمها سبيرلان سبيرلان شيب يبقى عندنا مع بعض اول حاجه الهيبتيت بتاع البكتيريا في بكتيريا سابروفايت وبكتيريا باراسايت اشكال البكتيريا في ورقه الاطباق زي في شكلين زياده كوكو بسلاي اللي هي الاوفر ديت كوكو بسلاي حاجه وسط بين الكوكا بسلاي وفي سبيرالا مشين هي 2 كيلو بس الاسبيروفيس يا جماعه 10 20 كيلو احنا خدنا مع بعض على حسب الجرام 60 في جرام بوزيتيف ونيجاتيف وفي بكتيريا عمرها ما بتصيبها اسمها ايه؟ التي بي لو قلنا لكم معلومه حلوه التي بي ما بتصيبش الجرام ليه سبب خاصه بيه اسمها زي نفس الستين ايه سوا خاصه بيه اسمها زيت نيرس ستين اللي ورق ايه صح؟ طيب معلش يا جماعه انا في بس فلوس انا بقول معلش ثلاث شهور معايا صفحه 6 يا جماعه صفحه 6 صفحه 6 عندك هنزود صفحه 0.1 كان عندك مقارنه بين الجرام بوزيتيف سيل وول والجرام نيجاتيف سيل وول عندك مقارنه بين الجرام بوزيتيف سيل وول وجرام نيجاتيف سيل وول انت كان عندك اربع خانات وخدتين من التو فاكر؟ كوي لاسيت اوتر من بريك وكل ده بتتحول من تفريق ايوه بريك لازم سبيس بتطير من الاثنين انا هجاوب بس خانه خمسه زياده اسمها بولي سكرايت بولي سكرايت يعني في جدول الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف سيل وول هنزود فرق رقم خمسه اسمه بولي سكرايت يا سؤال بقى البولي سكرايت اسمه ايه؟ في البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ البوزيتيف في البوزيتيف يعني البوزيتيف في الجرام بوزيتيف ومش موجود في الجرام نيجاتيف مش موجود البوليسكرايت في الجرام بوزيتيف اللي في الجرام نيجاتيف اسمه لايبو بوليسكرايت حاجه ثانيه يبقى البوليسكرايت ده فيه جرام بوزيتيف ده اول صفر زياده لسه صفرين معلش يا جماعه عشان لسه مش سايبين حاجه ورانا وفي كلمه ناقصه عن الترجمه يبقى عندنا مع بعض بوش جايب موجود في الجرام بوش مش موجود في الجرام مين؟ نيل نيل موضوع الكبسول بقى فيه سطرين زياده موضوع الكبسول فيه سطرين زياده في عندك عنوان اسمه ديمونستريشن اوف كبسول رؤية الكبسول لكن اربع حاجات الممكن رؤية الكبسول في احسن جهاز في الدنيا بس غالي اي ام واحنا مش عارفين شغاله واللايت ميكروسكوب الكترو ميكروسكوب احنا عندنا لايت ميكروسكوب صفحه اسمها الجرام وتحت طبعا معاها اسمها الانديا اربعه كان حاجه اسمها سيرولوجيكال هو يا جماعه حد فاكر يعني ايه سيرولوجيكال؟ يعني انت بتدور على الكبسول بالضبط ايه؟ انتي بودي بتاعه الانتي بودي بتاعه يعني انت ممكن تدور على الكبسول اللي بتجمع الكبسول الانتي بتاعه وتحصل رياكشن بتعمل ايه صفر زياده بقى؟
مكتوب في السيرولوجيكال مثال، مثال لبكتيريا بتعمل فيها الحوار ده، بكتيريا اسمها اتش انفلونزا وبكتيريا اسمها ام مننجايتس. بكتيريا اسمها اتش انفلونزا وبكتيريا اسمها ام مننجايتس. اللي عايز اعرف اتش يعني ايه وان يعني ايه؟ اتش دي اختصار كلمه اسمها هيموكلاس، هيموكلاس، وان دي اختصار بكتيريا اسمها نيسيريا، نوع من النيسيريا اسمه نيسيريا مننجايتس. تاني معاه اتش انفلونزا وان مننجايتس، اتش هيموكلاس، هيموكلاس اتش اي اي ام هيموكلاس. دكتور في حاجه مش فاهمها الموضوع اللي هو الستيننج باللايت. لا 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 لحظه، استنى فاهم قصدي، هو رقم 2 مع 3. ايوه معلش، انا قصدي مع بعض. تاني معاه عندنا مثال لبكتيريا تعمل فيها سيرولوجيكال، مثال لبكتيريا لها عيال طويل وصنعها في السوق، الاتش انفلونزا ومين؟ والان مننجايتس. اتش انفلونزا وان مننجايتس دي موجود في الفيديو. قلنا اتش انفلونزا بس اتش اختصار بكتيريا اسمها كامل هيموكلاس وان نيسيريا. دي بكتيريا مصنعين ليها عيال طويل. قالت ممكن يعني لكل بكتيريا من دي عندها كبسول مميز ليها، وهي قالت منه صناعه ضد الكبسول بتاعها. طيب مين الفانكشن بتاع الكبسول؟ كان ليها اربع صفات زياده. الفانكشن بتاع الكبسول كان في وظيفه في اربعه اسمها انتيجينيك، صح؟ اه مكتوب جنبها ان الكبسول اسمه كي انتيجين. اه الكبسول انتيجينيك يعني ايه كلمه انتيجينيك؟ يا معلم بيثير المناعه ضده. اه بيثير المناعه ضده، والمناعه ممكن تطلع ضده ايه؟ انتي بودي تقول. طب معلومه زي دي فكره في ايه؟ قال لك بما ان الكبسول انتيجينيك وسموه كي انجن سو يوزد ان ايه؟ الكبسول يوزد ان فاكسين، فاكسين اور سيرو دياجنوز، ده صفر اخر زياده سيرو دياجنوز. بما ان يا جماعه الكبسول انتيجينيك وبالتالي يوزد ان فاكسين اور سيرو دياجنوز، مش فاهم يعني ايه كمان؟ ايوه سيرو دياجنوستيك سيرولوجيكال اللي فاتت دي. سيرو دياجنوستيك يعني انا ممكن ادور على الكبسول عن طريق الانجل بتاعه، اسمها سيرو دياجنوستيك اللي هي سيرولوجيكال. بما ان الكبسول انتيجينيك يوز ان فاكسين اور سيرو دياجنوستيك، يعني ايه بقى فاكسين؟ انتوا وانتوا صغيرين بقى تعرضوا للكبسول ده، وانتوا صغيرين تعرضوا ضد النيسيريا من الجايتس بتاع شنتو الجلسة صغيرة اصغر منها، اتعرضت بكبسول فاضي. لما حد طعم الكبسول فاضي جسم يكون ضده ايه؟ انتي بودي يحميه من الكبسول الفاضي ويحميه من الكبسول الحقيقي المليان لو دخل فيه من الايام. يعني انت بتديك كبسول فاضي ده قطعين، الكبسول الفاضي ده قطعين، ده فاكسين بيديك مناعه من الكبسول سواء فاضي او مليان. لا ده صدى زياده يوز ذا فاكسين اور سيو دايكوس. وكده يبقى الجنرال كوبو بالظبط من الكتاب، مفيش فرق. في بس موضوع واحد بس ذات المحاضرات على الكتاب الجديد اسمه بكتيريا الكون. بكتيريا الكون ده موضوع ذات المحاضرات على الكتاب الجديد، وده هنجمع ادوات المحاضرات مش دلوقتي، يعني مثلا ناخد جنرال جينكس ناخد بره ذات المحاضرات في الاخر، اللي انا قلتها مش دلوقتي، في الاخر في القصدي كده المذكره عندك بقت نسخه بالظبط من الكتاب. النهارده ناخد مع بعض ساعه، الساعه دي عباره عن نص ساعه كلام فاضي هناخده في جينكس، وده اخر مره في كلام فاضي في حياتنا خلاص. كلام فاضي اللي اخدتوه من اولى ابتدائي لغايه النهارده، ونص ساعه كانت فيها جنرال معاك. نبدا مع بعض اول نص ساعه اللي هم الكلام الفاضي بتاع جينكس. الناس اللي مش عايز تحل المحطه اللي انت كنت كفايه. هنتكلم مع بعض بقى عن الجينكس والكلام الفاضي بتاعه، ده كلام فاضي هنتقال نص ساعة، أول ما ضاعت نص ساعة فقط نص ساعة، ده كلام فاضي، يعني أكتر من ألف، وده آخر مرة في حاجة فاضية فيها. إحنا مع بعض بقى دخلنا برانش جديد اسمه جينكس، وبعد ما خلص جينكس خلال أسبوع أو أربع مرات كمان، هنطلع طبعا اسمه أنتي بيوتيك، وبعد كده ناخد مرة ثانية. المهم الجينكس يا جماعة، الجينكس. علم الجينكس ده علم دراسة الجينات ووظائفها. انت بقى في حاجه هنتعلمها ان شاء الله في البريش جديد ده. جين اس بي بتشتغل فين؟ شغال في البنكرياس. جين اتش سي هي بتشتغل فين؟ طب مش شغالين جين في الشعر. مع ان الجينات موجوده.
واحنا مش فاهمين الطعام. الجين يا بيه موجود في كل حته، ده في رجلك، في خلاياك، رجلك، جين انسولين موجود، مش شغال ليه؟ وبعدين خايف من حاجه، خايف ان يبقى عندك مرض سكر ودخلك جين انسولين سليم وما يشتغلش. انا مرعوب ان عندك جين بايظ اخر السليم ما يشتغلش، والدليل انه شغال في معظم جسمك. انا مرعوب من حاجه اكتر كمان، ان دخلك جين انسولين سليم يشتغل بزياده، طلع انسولين بزياده، فيقلب مرض السكر الهايبوجلايسيميا، ودي كلها حاجات لازم نتعلمها. في شويه مصطلحات في الاول هتروح حياتكم. تعريف الجين، الجين هو عباره عن سيجمنت اوف دي ان ايه، حته في الدي ان ايه مسؤول عن وان كاركتر. يبقى الجين سيجمنت اوف دي ان ايه مسؤول عن وان كاركتر. بعد كده بقى عندنا تعريف كلمه اسمها جينوتايب. عند كلمه اسمها جينوتايب نقطه جمال العربي المحتوى الوراثي. المحتوى الوراثي ولها اسم اخر شبهها، جينو، جينوم او جينوتايب معناها المحتوى الوراثي جوه الخليه. يا ترى هو ايه المحتوى الوراثي بتاع كام كروموسوم؟ 46. التوتال دي ان اللي جواه هو ده المحتوى الوراثي بتاعه. كل الدي ان اللي جواه هو ده المحتوى الوراثي. امال المحتوى الوراثي بيبقى فيه كام كروموسوم؟ كروموسوم واحد. يبقى عندنا مع بعض كلمه جينوتايب بالعربي المحتوى الوراثي اسمها جينو. في كلمه عارفها علينا اسمها فينوتايب. فينو طيب اللي هي العربي الشكل الكريم، اللي هي الكاركتر اللي بتبان. سؤال يا جماعه، الكاركتر اللي باينه على البي سيل كده، ايه الحاجه الخارجيه اللي باينه على البي سيل؟ سيل 4 و8 وتي سيل ايه؟ ريسبتور. خد معايا مراجعه. طب انت مش باين لون شعرك دي كاركتر، ولون عينك دي كاركتر، لون الشعر والعين ده فينو طيب شكل خارجي. جلدك ده كاركتر. هقول لي يعني ايه؟ يعني اي حاجه باينه بالعين اسمها كاركتر، اسمها فينو طيب. اي حاجه بنشوفها بعيننا او بالميكروسكوب جوه جسمك اسمها فينو طيب. يبقى الاصل اللي انت عباره عن حبه دي ان ايه وما دون ذلك اسمه فينو طيب. الاصل هنا دي ان ايه، يعني انا بخلف عندك دي ان ايه، بقيه الحاجات دي كلها ده شكل ثاني. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه الفرق بين المحتوى الوراثي بتاع الكائنات. انا خدنا زمان اول حصه في الجنرال حاجه اسمها برو كاريوتك سيل وايو كاريوتك وفي الفيروس. الفيروس يا جماعه كائن غير حي، هو لا تبع البرو كاريوتك سيل ولا تبع الايو كاريوتك. الفيروس كائن حي حاجه واحده لابد جوه الخليه. احنا خدنا مع بعض كلمه اسمها كاريوتك. كاريوتك يعني ايه؟ كانوا مصنفين قبل كده في البرو اسيل. لا دي ايه بقى؟ بصراحه مكتوب عليها ان هي اسيل. طب ماشي. كلمة كاريوتك، إيه معنى كلمة كاريوتك؟ نواه. برو يعني إيه؟ بدائي. بدائي. مين أشهر كائن عنده نواه بدائية؟ أشهر بكتيريا. يعني إيه نواه بدائية؟ يعني ملهاش نيوكليار ميمبرين. طب مين أشهر إيو كاريوتك سيل؟ كاريوتك الأول يعني نواه. وإيه يعني حقيقي؟ مين أشهر كائن عنده نواه حقيقية وليها نيوكليار ميمبرين؟ الإنسان والنبات والفنجس. إيه فنجس ده؟ الفطريات. الفطريات. طب بس يا جماعه شويه معلومات الاول. يا ترى المحتوى الوراثي هو البكتيريا دي. البكتيريا اللي احنا سميناها نواه بدائيه، خليه من نواه بدائيه. المحتوى الوراثي من 580 ل 4600 كيلو بيز. وبلاش يا جماعه هنقول كلامنا في الرقم اللي هو خص ارقام خصام. من 580 ل 4600 كيلو بيز. للناس اللي عايزه تعرف يعني ايه كلمه كيلو ديت. مش الدين ايه انا عباره عن بيز ورا بعض. ادينين، صايمين، جوانين. كل ما تعد 1000 بيز ده واحد. يبقى الكيلو بيز ده عباره عن 1000 بيز ورا بعض اللي هو ادينين صايمين. كل 1000 ده اسمه كيلو بيز. البكتيريا من 580 ل 4600 كيلو بيز. الانسان حاجه كبيره قوي. الفيروس من 40 ل 300 كيلو بيز. تعال نرسم مع بعض البكتيريا وفكرنا بحاجه دي. قال لي البكتيريا يا جماعه، البكتيريا جواها كروموزوم واحد. ونفس معنى الكروموزوم في البكتيريا شكله سيركلر. يعني البكتيريا تحتوي على واحد كروموزوم بشكل سيركلر. ونلاقي بكتيريا عندها حته دي ان ايه بره الكروموزوم اسمها بلازمين. طب ما الاثنين سيركلر كده؟ اه. وعندها حته دي ان ايه قصيره اسمها ترانس بوزر. يعني البكتيريا عندها حته دي ان ايه مدوره اسمها بلازمين وحته دي ان ايه كده قصيره وزعه اسمها ترانس بوزر. والدي ان ايه ده اللي هو بلازمين والترانس بوزر بيسموه اكسترا كروموزوم دي ان ايه. يعني ايه؟ يعني دي ان ايه كل حاجه عينه وراسي بس بره كروموزوم. البكتيريا عندها وان كروموزوم وسيركلر وعندها اكسترا كروموزوم دي ان ايه. دي ان ايه بره كروموزوم على شكل بلازمين وترانس بوزر. طب تعالى الانسان بقى يقول لي
انا عندي كام كروموزوم؟ 46. ديبلويد عامل عدد دوري، عندي 23 زوج، يبقى الانسان عنده 46 كروموزوم، 23 زوج. اول نقطه، انا عندي اكتر كروموزومات ايه؟ لا الميتوكوندريا. انا عندي بقى اكسترا كروموزوم دي ان في ميتوكوندريا، وده يفهمك ان شاء الله هناخد مع بعض الاستنتاج في الجينيتكس، هتعرف ان المحلول المسلسل من اكسترا الاصل 100 يبقى 9.9 الواحد في قد الفرق بين المسلسل والمسلسل منه جيمين دي ان بتاعت ميتوكوندريا دي ده صغير. طيب يبقى عندنا مع بعض عندنا دي ان في ميتوكوندريا، النبات عنده دي ان في كلور فيه اللي هي كلور بلس الطاقه، وانا فاكر ان الدي ان اس هي اللي موجود في اماكن الطاقه ميتوكوندريا كلور فيه. الفانجس عنده حته دي ان فيها مدوره اسمها بلازمين، يعني حتى الفانجس طلع عنده حته دي ان مدوره زي بكتيريا اسمها بلازمين. وكان جاله مره سؤال كده من كام سنه قال لهم قول لي تو اورجانيزم عندهم بلازمين، تو كريتشر نوعين من الخلايا عندهم بلازمين، بكتيريا وفانجس. بكتيريا وفانجس. نيجي بقى على الفيروس، يا ترى الفيروس عنده كام كروموزوم؟ قال لك لو قلت كده تاخد صفر في الامتحان. الفيروس عنده حته دي ان اي او ار ان اي. لو انت في الامتحان قلت الفيروس جواه دي ان اي وار ان اي مع بعض، يعني انت مش هيكمل خالص. صدقني، هو الفيروس دي ان اي ار ان اي. اصل احنا بنعتبرها مصيبه، اصل احنا عندنا نص شابتر اسمه دي ان اي فيروس، ونص شابتر اسمه ار ان اي فيروس. فمن فين جبت المعلومه ان الفيروس جواه الاثنين؟ يعني النهارده الايبولا فيروس اللي هو اخطر فيروس في العالم كله، اللي لو انت خدت عليك سمعت بيها تموت، ده ار ان اي فيروس الايبولا، وبالمناسبه اول حاله في امريكا ظهرت امبارح. نيجي للنقطه اللي وراها، اول حاله في نيويورك ظهرت امبارح ايبولا. هو الايبولا ما فيهوش سبع دول في افريقيا، والمفروض المنطقه اللي فيها ايبولا الناس اللي فيها تتحرق. تتحرق؟ اه لازم نرجع للموضوع ده، بس مفيش وقت الرومانسيات. نرجع للموضوع، معلش يا معلش يا بتاع ده، ان شاء الله لما تبتدي تسمعني ان شاء الله في الترم الثاني وتعرف الابولا ده بيعمل ايه وبتعمل ازاي. انتوا لو شفتوا افلام الرعب اللي هو الناس بتنزل الدم، هو ده الابولا فيروس نزيف الدم. حتى كان في فيلم اسمه ميشن امبوسيبل بتاع اللي هو الدم في كل حته في ملاء، ما هو ده الابولا. هو كل ما يحاول يفكروا في فيروس موجود في الافلام هو ده الابولا. نرجع للمغرس. انا عندنا مع بعض يا جماعه الكروموزوم بتاع الانسان. كروموزوم الانسان فيه ملاحظه غريبه قوي. لقينا في حته كروموزوم الانسان شغاله وحته مش شغاله. يعني ايه شغاله ومش شغاله؟ يعني في حته في الكروموزوم فانكشن بتطلع مسنجر ار ان اي بروتين. في حته في الكروموزوم بتاع الانسان بتطلع مسنجر ار ان اي بروتين. وحته في الكروموزوم ما بتطلعش حاجه خالص. ثابته في مكانها ما بتشتغلش. الحته اللي شغاله في الكروموزوم اسمها اكزون. والحته اللي بتشتغلها اندرون. وقت نشوف مع بعض ان الحته اللي بتديني ان اللي شغاله اسمها اندرون، لو لا ما كناش هنشتغل. يعني في حته شغاله في الكروموزوم اسمها اكزون، وحته ثانيه وراها مش شغاله، مالهاش فانكشن اسمها اندرون، لو لا ما كناش هنشتغل. بتعمل ايه بقى بعدين؟ اخر ما لا اخر حاجه الفيروس، الفيروس يا جماعه عمره ما يتكاثر الا في جسم حي. وهي ده طعمه، ودي هم يعني الكلمه دي الفيروس عشان يديك طاقه وبروتين وروح حيه. وبالتالي يا جماعه في بعض الناس بتسال سؤال مهم قوي، هو الفيروس بيموت بره ولا ما بيموتش؟ يعني لو مثلا راجع حلاقه على فيروس وسابت يومين الفيروس بيموت، يومين مش ربع ساعه واحلق بعد الاخ اللي وراه، يومين الفيروس بيموت. نقلب الصفحه يا جماعه دي الدي ان ستراكشر، كل ده عباره عن مقدمه يا جماعه، مقدمه هبله. نتكلم مع بعض عن الدي ان ستراكشر. الدي ان ايه يا جماعه؟ اول اثنين علماء قالوا الاستراكشر بتاع الدي ان ايه كان اثنين علماء اسمهم واتسون وكريستن. اسمهم مشهور قوي. واتسون وكريستن 54 قالوا ان الدي ان ايه عباره عن دبل هيليكس، الدي ان ايه عباره عن دبل هيليكس اوف تو انتي برر ستراند اوف كومبلمنتري نيوكلوتايد. الكلام ده قالوه سنه 54 تخيل. والغريبه ان العلم للاسف بعدين الكلام ده صح. وخدوا 1 مليون دولار بعد 4 سنين، يعني 7 مليون جنيه، 7 شقق على الشارع. المهم عندنا مع بعض الدي ان اي 4 كلمات، دبل هيليكس اوف تو انتي مرر استراند اوف كومبلمنتري نيوكلوتايد. اول حاجه عايزين نفهمها واول ربع مليون
يعني ايه نيكوتاين؟ يعني ايه معنى نيكوتاين؟ خدت في الباي زمان هالسوبر ويد العينه ان النيكوتاين عباره عن شوجر اسمه الاوكسي ريبوز. في حاله الدي ان ايه شوجر اسمه الاوكسي ريبوز ماسك بره عن طريق فوسفرس. كل اثنين شوجر ماسكين بفوسفرس، كربونه 5 وكربونه رقم 3، كربونه 5 3. وخدت ان هذا الشوجر بيطلع منه نيتروجين اسبيت. دي بقى يمنحها مهم قوي الحصه الجايه، انك تبقى حافظ من غير ما تتلخبط ما بين البيورين والبيرمينين. وانا طبعا اللي انا اعرفه فيجن اسبيت امينين جوارين سيكتين فاهمين كلام محترم، لازم تبقى عارف مين البيورين ومين البيرمينين. هو ايه؟ لا كان في يعني الست الدكتور بتاع الموضوع اللي قالها لنا الست هي الطويله في بايرين ايه؟ بايرين معاها كلمه كبيره. بايرين معاها كلمه كبيره ماشي؟ وعشان ما تتلخبطش الست هي كبيره زمان النهارده. يعني عشان ما تتلخبطش بايرين كلمه كبيره والست هي كبيره زمان النهارده. انا الولاد كلها شاطره بالظبط زي تسمعناها وناخد مع بعض حاجه اسمها حرب حفظ موضوع. ما علينا. نرجع للنيكوتين. طيب عباره عن شوجر اسمه الاوكسي ريبوز ماسكه بعض من بره عن طريق فوسفورس. وكل شوجر ماسك قدامه نيتروجينس ايه؟ نيتروجينس بيس. يا اما بيورين يا اما بيرمينين. مين الكلمه الكبيره؟ بيرمينين اس تي بي. والباقي بيورين اي جي. ناخد مع بعض ايه معنى كلمه كومبلمنتري؟ كومبلمنتري دي ان هي عباره عن تو ستراند. سؤال لو هنا ادينين مين قصاد؟ سايمين. برافو. ماسكين بهيدروجين بوند اثنين. لو هنا جوارين مين قصادهم؟ سيتوزين ثلاثة. ماسكين بثلاث هيدروجين بوند. معنى كومبلمنتري ان لو في هنا ادينين لازم يبقى قصاد سايمين، لازم جوارين لازم قصاد سيتوزين. نيجي على كلمة انتي برا الاستراند. طول عمرنا بنرسم الدي ان ايه بالمنظر ده. طول عمرنا بنرسم الدي ان ايه متوازيين. الناس دي طلعت نصابة. ضحكوا علينا. ازاي مش متوازيين وطول عمرنا بنرسمهم كده؟ حد عارف؟ في ستراند ليش ده خمسه والتاني خمسه كام؟ ده ثلاثه ثلاثه نصاب. كل ما ليهم خلوص حقهم. ده خمسه وخمسه ثلاثه. اهم حاجه اسمها دبل هيلكس. دبل هيلكس. بما ان هنا الدين كبير، الدين كبير والخلايا صغيره، الدين ان ايه في الاول والخلايا صغيره، كان لازم الدين ان ايه بقى يحصل في حاجه اسمها دبل هيلكس. يعني تلاقي الدين ان ايه عامل زي سلك تليفون. تلاقي تو ستراند كويل، كويل يعني يلف. في انزيم هو المسؤول ان يخلي الدي ان ايه بالمنظر ده. الانزيم لازم تحفظ اسمه. الانزيم يا جماعه اللي يخلي الدي ان ايه عامل زي سلك تليفون عامل شكل هيلكس اسمه جايريز انزيم. جايريز او اسمه الثاني توبو ايزوميريز. هتلاقي عندك اسم والثاني ناقص زوده. الانزيم اللي بيخلي الدي ان ايه هيلكس اسمه جايريز او توبو ايزوميريز. يا ريت تحفظ الاسمين مع بعض في الصفحه دي. الانزيم اللي بيخلي الدي ان هيلكس اسمه غيريز او توبو ايزوميريز. ثانيه بقى اسمه غيريز او توبو ايزوميريز. توبو ايزوميريز هو راس الجهاز. طيب خلصنا دي استراكشر. اربع كلمات الناس دي خدت نوبل مليون دولار عقبالكم ان شاء الله. تعالوا نشوف مع بعض الدي ان ريبليكيشن بقى. بصوا معايا بقى، دي عبارة عن بكتيريا وادي الكروموزوم بتاعها. دي عبارة عن بكتيريا وده الكروموزوم بتاعها. طبعا الكروموزوم بكتيريا واحد وهو بيتسرق. لما تيجي بكتيريا بقى تكون تيجي بكتيريا تتقسم بيروح استراند كل بكتيريا. كل بكتيريا بيروح لها استراند. كل بكتيريا بيروح لها استراند. وهي بتكون انذر انذر ستراند. يعني مثلا ده ستراند راح هنا وده ستراند راح هنا. هنا ادينين ثيمين جوانين سيتوزين. اول حاجه الستراند الجديد يا جماعه هيتكون. الستراند الجديد هيتكون هنا وهنا. هيتكون على حسب قاعده اسمها الكومبلمنتري. يعني الستراند الجديد ده بيتكون بقاعده اسمها الكومبلمنتري. القاعده دي بتقول ايه؟ يعني ادي الستراند الجديد وده واحد جديد. قاعدة الكومبلمنتري بتقول ان اول بيز هنا ده ايه؟ سايمين. والتاني بيز؟ ادمين. والتالت؟ جوروني. وهنا؟ سيتوسين. يبقى هنا اول قاعدة الستراند الجديد
بيتكون بحيث يبقى مكمل لاخوه. مفيش حاجه اسمها ستاند جديد يتكون مع نفسه، لازم يتكون بحيث يبقى مكمل لاخوه. يعني لو هنا ادينين لازم يبقى في صايمين، هنا صايمين لازم يتحط في ادينين، وهكذا. تاني حاجه يا جماعه، بعد ما البكتيريا بتكون ستاند جديد بنوصف البكتيريا انها سيمي كونزيرفنج. بنوصف البكتيريا ان اللي حصل فيها ده اسمه سيمي كونزيرفنج، يعني بكتيريا عايشه شبه محافظه، مخلوق شبه محافظ. يعني ايه شبه محافظ؟ يعني البكتيريا كونت ستاند جديد وكل حاجه، بس حافظت على ستاند جديد. يعني طعم غير طبيعي. ناخد مع بعض يا جماعه بكتيريا ثانيه زي البروتات. ان ساعات الفيروس ياخد كل حاجه لابوه، واخوه يكون كل حاجه جديده. يعني لو فرغنا البكتيريا تلاقي التو ستراند راحوا البكتيريا والتانية كونت التو ستراند جديد. ده ممكن يحصل بعض المخلوقات. معلش فاهم. هتلاقيها كده بتتغير. يعني هنفترض مع بعض واحدة منكم مامتها عندها طقمين صيني وجت تتجوز. لو مامتها اديتها طقم صيني واحد وراحوا اشتروا طقم صيني جديد، العيلة شبه محافظة، معاها طقم صيني من الأم ومعاها طقم صيني جديد. أمال لو خدت طقمين صيني من مامتها، العيلة محافظة نصها راح تنصب على العريس. نفس الكلام، البكتيريا حافظت بستراند من الأم وكونت ستراند جديد. ده يسموه سمي ايه؟ كونزيرف. عندنا مع بعض ايه الانزيم بتاعت الريبليكيشن؟ يكون عندك اسماء. وبرضه قلت لك دي اسماء، بنزلوا مع بعض شويه حاجات. مين الانزيم اللي بتاعت الريبليكيشن؟ اكيد انك تنزلوا معايا. اول انزيم بيقوم بعمليه الريبليكيشن اسمه الريبليكيز انزيم. اول انزيم بيقوم بعمليه الريبليكيشن اسمه الريبليكيز انزيم. حد يعرف بيعمل ايه الانزيم؟ بيفك التشابك ما بين ال الجزء الانزيم زي ما احنا قلنا مع بعض بيعمل بريك، بيكسر ايه؟ بريك الهيدروجين بوند، بيكسر الهيدروجين بوند، وبالتالي بيعمل سيبريشن اوف تو ستراند، سيبريشن للتو ستراند. وقال لي شوف حاجه، اللي كسر الهيدروجين بوند واللي عمل سيبريشن للتو ستراند عن بعض اللي بعدهم عن بعض هو الجزء الانزيم. يا جماعه اللي عمل سيبريشن للتو ستراند اللي كسرهم وبعدهم عن بعض هو مين؟ هو اللي يبقى احنا عندنا مع بعض ان الكيس انزيم هو اللي كسر الهيدروجين بوند وبعد التو ستراند عن بعض. مين الانزيم يا جماعه اللي هيبني دي ان جديد؟ الانزيم اللي هيبني دي ان جديد اسمه ايه؟ دي ان ايه بولوميريز. الدي ان ايه بولوميريز، ايه وظيفته؟ وظيفته ان هو يعمل سينسيس اوف تو ستراند، يبني ستراند جديد. بس للاسف الدي ان ايه بولوميريز اللي بيبني ستراند جديد عنده ايه؟ ما يعرفش يبدا بالصفر. يعني احنا كمصريين ينفع نبني مستشفى من غير ما يجي الرئيس او حرم وتحط حجر الاساس او نفس العيب؟ نفس العيب بتاعه الدي ان ايه بلوبريز يجي يبني ما يعرفش، ما يعرفش. يقول لك ما اقدرش ابني لوحدي، حد يحط البدايه ولا اكمل. فعندنا في انزيم هو اللي بيحط البدايه، انزيم اسمه ار ان ايه بوليمريز. الار ان ايه بوليمريز بيصنع البداية، بيعمل حاجة اسمها سينسيس اوف برايمر. الناس مش فاهمة، ار ان ايه بوليميريز بيجي يحط هنا حبة بيز، بيجي يحط هنا حبة بيز اهي. الار ان ايه بوليميريز بيصنع هنا حبة بيز وهنا حبة بيز، البيز يحطهم هنا مكملين الناحية التانية. الار ان ايه بوليميريز هو الانزيم اللي بيجي هو اللي يبدأ القصة، يحط حبة بيز مكملين الجزء ده وهنا مكملين الجزء ده. حبة البيز صنعها مصموم ايه؟ برايمر. يبقى مين يا جماعه اللي بيصنع حبة بيزز؟ ار ان ايه بوليميريز. بيجي هنا يحط حبة بيز مثلا يحط ايه؟ جوني ادي سايمين سايمين يوراسين ار ان ايه بوليميريز ما كانش سايمين يوراسين وصول سايمين ادينين سايمين ادينين ادينين. مين اللي بنى البرايمر ده؟ ار ان ايه بوليميريز. مين هيكمل؟ يا سلام ده هيكمل فورير. الدي ان ايه بوليميريز بيكمل فورير. ممتاز. الدي ان ايه بوليميريز خلص جوله خلاص. وبعد ما خلص جوله جه عليه وقت خدامه. انت مين يا حقيقي؟ انت يوراسيل. يوراسيل في قلب الدي ان ايه؟ يقوم شايل. يا حقيقي. وهنا شيل. هيجي وقت على الدي ان ايه بوليميريز يقول لك لا يا عم انا كبرت خلاص. القرف ده لازم يشيل من وسطيه. مين يحط القرف ده؟
طيب دلوقتي رقم 4 بقى عندنا فراغات في الدين مش كده فراغات عارفين ايه هي كلمه الفراغات ديت يربطها بالدين والجسم اللي هيربط الفراغات ديت تاني الدين والجسم الدين والجسم بقى بنحط هنا البيض الصح يقوم ربط يبقى الدين والجسم هيرجع يربط الدين الصح اخر حاجه رقم 5 ان الدين ده لازم يبقى شكله ايه دبل هيليكس اللي هتخليه هيليكس الجاليه انزايم عند كلمة جواريز اكتب جنبين وبيعمل هيليكس بيخلي الدين هيليكس طب دكتور مين اصلا اللي بيخلي الدين هيليكس مين اللي شال اصلا اليوراسيل؟ الدين الموريز مش دين ايه؟ الدين ايه؟ الموريز هو اللي شال واللي بنى واللي جزه هو اللي ربط اه؟ بيجي حاجة اساسه الرئيس وبالاخر بيمشي يشيل خلاص يا مان مفهومه ده الدي ان ايه ريبليكيشن كان في فاضي ناخد مع بعض والله كان فاضي على حسب بنتي بتسال بتقول لك ليه بنحكم ده نجيب مع بعض البروتيسس نتكلم مع بعض عن البروتيسس يا مان ده الكلام ده تقول لك الاولى ابتدائي نيجي على البروتيسس بقى نتكلم مع بعض عن عمليه تصنيع البروتين ده عباره عن النواه بتاعتنا ودي جينات دي جينات بتاعتنا هي جوه النواه يا ترى ايه اللي بيحصل عشان الجينات تشتغل اللي بيحصل ان الجين بيصنع نفسه صوره اسمها ايه يا يعني الجين ده بيصنع من نفسه صوره اسمها المسنجر ار ان ايه والصوره دي بتروح فين؟ الريبوزوم الصوره بتروح على الريبوزوم فالريبوزوم بيصنع ايه؟ بروتين يعني مثلا ده جين انسولين بيصنع من نفس الصوره ده بتنفع على قطع الانسولين صوره صح والصوره تروح الريبوزوم تطلع بروتين انسولين عندما انا عايز اعمل مثلا جنون عينيه في جين لون العينيه يطلع مسنجر على النشا يروح الريبوزوم يطلع بروتين بتاع لون العينيه بتاعه طيب الجين بيطلع مسنجر ار ان ايه صوره بيصنع نفسه تصوير عندنا اسمها ترانسكريبشن ترانسكريبشن تصوير او رسم المسنجر ار ان ايه راح الريبوزوم وترجم للبروتين اسمها ترجمه اسمها بالعربي ترانسليشن والبروتين بعد كده حصل له موديفيكيشن هو بعد ما تسال هو ليه الجين ما راحش بنفسه؟ ما راحش بنفسه الريبوزوم يا جماعه الجين هيرجع الريبوزوم ويرجع تاني؟ ويرجع تاني ازاي؟ الفيلم ما رجعش يعني تخيل مثلا جين الجروس هرمون راح الريبوزوم طلع الجروس هرمون هو ما رجعش بين توزع يعني فمن القصة الجين في مكانه بيصور نفسه شو هي ضمن الريبوزوم تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة تصوير الجين طلع من نفس صورة اسمها مسنجر ار ان اي هو ما مين اللي بيطلع الصورة مسنجر ار ان اي مين الانزيم اللي بيعمل صورة من جين اسمها مسنجر ار ان اي مين اللي عمل الصورة دي ازاي اسمه تعالى نشوف الرسم ده كروموزوم اهو بص اهو كروموزوم ده كروموزوم ادينين سايمين جوانين سيتوزين سايمين 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 قال يا جماعه الكروموزوم ده الكروموزوم هنفترض مع بعض ان المنطقه دي هي منطقه جين انسولين ده منطقه جين الانسولين ده الكروموزوم بتاعنا ده منطقه جين الانسولين اول حاجه مين اسمها ترانسكريبشن انزيم اسمه ايه؟ اللي بيصنع المسنجر ار ان اي انزيم اسمه ار ان اي بوليمريز يبقى الانزيم اللي بيصنع المسنجر ار ان اي اسمه ار ان اي بوليمريز سؤال صحيح هو الار ان اي بيصنع المسنجر ار ان اي جين انسولين صح؟ طب ايه العلاقه بين جين انسولين؟ بعد طبعا ما هو جين انسولين باين في البنكرياس لا باين ليه تربوط الجين بوست هرمون انما ما تخبطش واحد الجين بوست هرمون محدش يقدر يسوي حاجه خبره فبروح على جين انسولين اللي خلى الار ان اي بوليمريز يصنع مسنجر ار ان اي من الجين بتاع الاس اف ستومك هو حاطط في برايمر معين هو في قبلها انت فاهمين قصدي؟ يعني هو ايه اللي بيعرف الار ان اي بوليمريز ان ده الجين اللي احنا هنشغله ده الجين اللي هطلع منه مسنجر ار ان اي ليه الار ان اي بوليمريز طب سؤال ليه ما راحش عمل مسنجر ار ان اي بوليمريز كله من كل الجينات رايح بس لكن مش عارف اعمل ايه؟ اكيد في كونسيكونس معين هو اللي هو بقى في سيكونس قبل كل جين في سيكونس قبل كل جين بيمسك فيه الار ان اي بوليمريز اسمه بروموتر يعني دايما يا جماعه اي جين قبليه دي ان اي سيكونس اسمه البروموتر بيمسكوا الار ان اي بوليمريز
حاول تحرقهاش برضه. يعني انت كده قلت لي ان الار ان اي والريس عرف بدايه الجين. الار ان اي والريس بيمسك الحته اللي هي بدايه الجين اسمها البروموتر. ايه اللي يخليه يمسك الحته البروموتر بتاع الانسولين؟ اللي يخليه يمسك البروموتر بتاع الاتش اي في السرعه؟ هو ليه كومبرمير؟ اللي يخليه يمسك البروموتر بتاع مثلا النص هرمون في الفيتال. طيب النقطه اللي وراها الار ان اي والريس بيمسك البروموتر. ايه اللي بيعرفه بدايه الجين؟ بيقول لك في نهايه الجين في سيكونس معين ترمينيشن اسمه بولي سايمين سيكونس. حبه السايمين المكررين ورا بعض دول هو دي ترمينيشن. الار ان اي بوليمريز اول ما يوصل لحبه السايمين ورا بعض يعرف ان هي نهايه الجين فما يكملش بعد كده. يبقى اي حته يا جماعه هي بدايه الجين اسمها ايه؟ بروموتر. الحته اللي بدايه الجين اسمها بروموتر والحته اللي نهايه الجين اسمها بولي ايه؟ بولي سايمين. دايما الار ان اي بوليمريز بيمسك البروموتر هي بدايه الجين وبينتهي عند حته اسمها بولي سايمين هي نهايه الجين اسمها ترمينيشن سايت بولي سايمين. السؤال برضه ايه اللي عرف الار ان اي بلوريز ان ده جين سكيب؟ بيقول لك يا جماعه هو الخلايا في حاجه اسمها سيجما فاكتور. سيجما فاكتور السيجما فاكتور ده عباره عن مركب جوه الخلايا. هو المركب ده بيخلي الار ان اي بلوريز يمسك البروموتر بتاع الانسولين. وهي شوف حاجه يعني يا جماعه السيجما فاكتور في البنكرياس غير موجود في الاستومك. السيجما فاكتور بتاع البنكرياس مختلف بيمسك الار ان اي بوليمريز ويوديها على بروموتر الانسولين في البنكرياس. في الاستومك في سيجما فاكتور تاني خالص بيمسك الار ان اي بوليمريز ويوديها على جين الانسولين اسمه جين سي ال. يعني كل خلايا جسمنا فيها سيجما فاكتور بيتكلم. وصل؟ وهو اللي بيشيل مين؟ ار ان اي بوليمريز بيمسك مع مين؟ مع البروموتر. يعني مين يا جماعه اللي بيوجه الار ان اي والبوليمريز للبروموتر حاجه اسمها ايه؟ سيجما فاكتور. جاله مره سؤال في امتحان ده سيجما فاكتور سيستم انت قلت سيل. لا هو قلت سيستم انت قلت سيل يبقى توجه الار ان اي والبوليمريز لنفس المكان. احنا خدنا بالنا ان خلايا جسمنا غير بعض. خدنا بالنا ان كل خلايا جسمنا في جي بيشتغل بيطلع فيه ار ان اي وفي جي ما بيشتغلش. اللي بيخلي الار ان اي والبوليمريز يوجه على جي معين حاجه اسمها ايه؟ سيجما فاكتور. مفيش هنا يا جماعة. مفيش هنا. طب دي مين سؤال؟ يبقى أول خطوة يا جماعة البروموتر ريكوجنيشن. الأر إن إيه بولوميريز عارف إزاي البروموتر بتاعه عبارة عن حاجة اسمها إيه؟ سيجما فاكتور. الأر إن إيه بولوميريز يا جماعة افترضنا ده استران ماشي من خمسة وده من خمسة من ثلاثة. الأر إن إيه بولوميريز هيبني ميسنجر إيه؟ أر إن إيه صح؟ بيبنيه بأي اتجاه؟ من خمسة كام؟ لتلاتة. وما دام الماسنجر ار ان اي هيتبنى ده من خمسة لتلاتة يبقى ماشي مكمل الستراند ده صح؟ مكمل الناحية دي. ما هو الار ان اي بوليمريز هيبني استجابة من خمسة لكام؟ تلاتة. هيبني الماسنجر ار ان اي يبقى مكمل الناحية دي. يعني اصول الادينين يحط ايه؟ سايمين. يوراسيل مفيش سايمين في الار ان اي. اصول السايمين؟ ادينين. اصول جوانين؟ جوانين. اصول السيتوزين؟ بيحصلوا ترمينيشن عند حته اسمها ايه؟ بولي سايمين سيكونس. تاني بقى منطقه البي اسمها ايه؟ منطقه البي اسمها ايه؟ بولي مين اللي عرف الار ان اي بروميز ان ده البروميز اللي هيقف عنده؟ سيجما سيجما فاكتور. المسنجر ار ان اي اصطنع بحيث يبقى مكمل الناحيه دي. في حاجه اللي هي الدكتور عمران يقولها لنا وما كناش فاهمينها. ده يقول لك المسنجر ار ان اي صوره للجين، نسخه من الجين. بس احنا كده سامين ايه؟ يراسيل. الكلام ده صح ولا غلط؟ لازم تعرفوا معايا الحقيقه النهارده ان هو ده الجين. الجين هو الناحيه العكسيه. فما كنت الجين فعلا المسنجر ار ان اي هو صوره منه بس احنا كده سامين يراسيل. المسنجر ار ان اي بيتبنى مكمل الاستراند العكس الجين. اتفهمت ولا صعب؟ يعني لما الجين هو الناحيه الثانيه العكسيه. ففعلا المسنجر ار ان اي صوره للجين بس مكان بس الصايمين في ايه؟ يوراسيل. طبعا مش هو اتبنى مكمل الناحيه ديت؟ اتبنى مكمل الناحيه ديت عشان في الاخر يطلع صوره للجين. اتفهمت؟ اخر حاجه بقى المسنجر ار ان اي يروح الريبوزوم ده عمليه اسمها ايه؟ ترانسليشن. المسنجر ار ان اي يروح الريبوزوم ودي عمليه اسمها ترانسليشن. طب عايز ارسم معاكم كده حاجات خدتوها زمان عشان ننهي الهبل ده بقى. طب دكتور الليدنج واللاجنج ايه؟ عندنا ولا لا؟ ايه؟ الليدنج واللاجنج ستراب. لا يا عم الكلام ده
ده مجرد بس حاجات صغيره بنقولها عشان لكم جينكس دي كلها مقدمه وليها تحاول قدام حاجه خلاص. الباقي كله ملوش علاقه باللي احنا خدناه، يعني اللي فات ده هبل واللي جه حاجه خلاص. وقعدت ايه في اللي فيه عشان نسبق خدمه النهارده اخر حاجه في الهبل ده يا جماعه. الريبوزوم حتى زمان يا جماعه الريبوزوم فيه تدوير اسمه ايه سايت وبي سايت. ده الريبوزوم بيقول لك المسنجر ار ان ايه يتحد مع الريبوزوم. ده المسنجر ار ان ايه اللي صنع راح يتحد مع الريبوزوم. وغالبا يا جماعه اول ثلاثه بيز عليه اي يو جي. غالبا اول ثلاثه بيز على المسنجر ار ان ايه اي يو جي. بالمناسبه يا جماعه كل ثلاثه بيز ورا بعض دول اسمهم كودون. انا مش عارف الترانسليشن. بيتحد يا جماعه المسنجر ار ان ايه بالريبوزوم. اول ثلاثه بيز كودون اسمه اي يو جي. وبعد كده عندنا A سي بس سي دي G وبعد كده U A ماشي يا جماعه. يبقى عندنا مع بعض A G A G G U A A. بيفتح يا جماعه مسنجر ار ان ايه في الريبوزوم ويجي هنا اول تلاقي بس A و G. يبقى انت هنا A و G. انت هتقول عايز ايه يعني؟ ما تترجم احمر A و G. انا بنده لمين؟ للمساونين. انا عايز المساونين A و G. ده امر ان الريبوزوم يجيب مين؟ مساونين. فيجي المساونين بيشيلوا واحد، مين اللي بيشيل المساونين؟ بيشيلوا الشيال اللي هو الترانسفير ار ان ايه. يبقى المساونين جه واللي جابه الترانسفير ار ان ايه. الترانسفير ار ان ايه جه شال المساونين. يبدا الثاني يقول لك ايه عايز يلا عايز الانين. فيجي الانين شايلوا الترانسفير ار ان ايه. بيقول لك يا جماعه لما المسنجر ار ان ايه يتحد مع الريبوزوم ويجي المساونين ده اسمه انيشيشن كومبلكس. نيجي نلاقي امتحان الانيشيشن كومبلكس مين اول بس يجيبها؟ المساونين. اتحد المسنجر ار ان ايه بالريبوزوم وجي اول امينو اسيد اللي هو مين؟ اول امينو اسيد. بعد كده بقى يحصل الالونجيشن. ركزوا بقى في خط الالونجيشن ده اشهر. دي بتسال ام اس كيو. يا ترى ازاي يحصل الالونجيشن؟ حد يعرف؟ مين هيتحرك؟ اللي هيتحرك الريبوزوم. دي تيجي في ام اس كيو دايما. اللي هيتحرك هو الريبوزوم. هيتحرك ازاي؟ هو اللي هيتحرك على المسنجر ار ان ايه. بص على ايه؟ قال يا جماعه المسنجر ار ان ايه اهو والريبوزوم هو اللي هيتحرك. خلاص؟ الاي يو جي بقى اتبرك هنا A هنا U A مثلا. اللي يتحرك هو مين؟ الريبوزوم. اتحرك على مين؟ على المسنجر ار ان ايه. يبقى لو يحصل يا جماعه الريبوزوم هو اللي هيتحرك على المسنجر ار ان ايه. الاي يو جي كان عليها ترانسفير ار ان ايه شايل مين؟ مساونين. ولا ترانسفير ار ان ايه شايل مين؟ الانين. المساونين قبل ما يقع كده بقى يقع خلاص حته وقعت طلعت بره الريبوزوم. قبل ما ترانسفير ار ان ايه يقع المساونين تحت مع مين؟ مع الانين. وبعدي اول اثنين امينو اسيد في البروتين الجديد. اول اثنين امينو اسيد مساونين وراء مين؟ الانين. ويجي وراه او اذر او الاسيد واذر 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 مع بعض. هنا بقى بيتحرك على مين؟ الريبوزوم بيتحرك على السنجر ار ان ايه. طيب اخر حاجه يا جماعه يجي كود اسمه يو اي اي. قاعد انت يا ما قالش يا مين. ما هو لو قال يا مين خايف من ده قال لك يا حد يحس بيا؟ محدش جاوب. حد يعرف بقى لو محدش يجي له ايه اللي يحصل؟ ترمينيشن. تصنيع البروتين يوقف. ما هو العبيط بيقول لك ايه؟ فالكود اسمه ايه ده؟ ترمينيشن. محدش هيجي له. تصنيع البروتين وقف. حد يعرف فين هي الترمينيشن كود؟ اليو اي جي ويو اي جي. يا وما قالش يمين او ياجي جه ومشي او يجي او ياجي. يبقى يا او ياجي او ياجي. يبقى عندنا كام ترمينيشن كود؟ ثلاثه يا وياجي وياجي. العلماء الرومانسيين بيقولوا كلمه حلوه هنستخدمها بعدين. بيسموا هذه الكودون ترمينيشن او يسموها اسم احلى اسمها نون سينس. نون سينس كودون ما حدش حس بيها. بيقول لك هذه الكودون ما حدش حس بيها. يسموها نون سينس. امال الكودون ده والكودون ده يقول لك لا دو سينس حس بيهم في الريبوزوم بعضهم امينو اسيد. دي سينس كودون ومثلا ايه؟ نون سينس كودون. عدد الكودون كم حد يعرف؟ كودون عدد الكودون كام؟ 64. عطوك في الاي يو جي
الدول بره 64. عندنا كام تربيشن؟ ثلاثة. يبقى عدد الكتب كام؟ 61 6 يعني 6 طبعاً عدد الكتب 64 64 حسب كام تربيشن؟ يبقى عندنا كام سيستم مودل؟ 61. عندنا كم عميل أسد؟ 20. بيبقى إيه عندنا 61 كودر و 20 عميل أسد؟ فين اللي هيحصل؟ هيحصل يبقى العميل أسد الواحد له أكتر من أكتر من كودر. يعني ممكن يا جماعة يبقى عميل أسد واحد وليه 3 كودر، فاهم؟ 61 كودر بيطلب 20 عميل أسد، يبقى أكيد عميل أسد ليه أكتر من كودر. آخر حاجة بقى بيحصل بالفيكيشن البروتين، ده عبارة عن بروتين يتكون 10 عميل أسد، شايفهم؟ 10 اهو. غالبا اول عميل اسد يعني اول عميل اسد مسالمين. عمرنا في حياتنا ما شفنا بروتين ماشي كذا المسطره، يعني عمرنا شفنا بروتين 200 عميل اسد ماشيين زي المسطره. دايما البروتين بيحصل فيه فولدنج، يعني تلاقي فولدنج متمكن. وعشان يحصل فيه فولدنج ايه اللي بيحصل؟ يعني مثلا الاول اسد رقم 1 ورقم 5 بيتكون بينهم رابطه، الرابطه ديت تخلي البروتين عامل كده، ده رقم 1 وده رقم 5. لما تكون بينهم رابطة حصل فولدنج للبروتين. دايما البروتين لما يتكون يحصل له موديفيكيشن يتكون روابط ميثايليشن هيدروكسيليشن، ان هو يتكون روابط بتخلي البروتين يحصل له ايه؟ فولدنج. نقطة على كده. في بعض الأسئلة عندكم عايزين نحلها قبل كده تتحمس. في أسئلة عندكم عايزين نحلها الأول. في عندك سيكونس 2 وفي عندك أسئلة تحليل. نتحدى يا جماعة أسئلة معاكم تحلوها دلوقتي عشان الناس. اللي وراها يحلوا بعديها ويقول بصوا معايا بقى انا بس اسئله بس لا في اسئله مش دقيقه وسجلين. طب احل بس حاجه دقيقه بسرعه بس. انت عندك يا جماعه في ده اساسا في الله البكتيريا ريكويرمنت فور سيلز اوف ستراكشر. ايه البكتيريا ريكويرمنت عشان تصنع الاستراكشر بتاعتها؟ البكتيريا محتاجة ايه؟ عشان تصنع الاستراكشر بتاعتها. البكتيريا عشان تصنع الاستراكشر بتاعتها النيتريشن بتشرع. النيتريشن بتاعها يشرع. يبقى أول حاجة أشرح النيتريشن. البكتيريا ريكويرمنت فور سينسز اوف ستراكشر. البكتيريا عشان تصنع الاستراكشر بتاعتها محتاجة ايه؟ محتاجة نيتريشن ده يشرع. والباقي يتقال أسماء. أسماء فقط الباقي أسماء. اللي هي الجازز والتمبريتشر والبي اتش اسماء. بكتيريا عشان تصنع الاستراكشر بتاعتها محتاجه نيتريشن زي الشعر والباقي اسماء. كان جاي مره سؤال ثاني فاتت تري ستراكشر اباف التري لازم سبيس اكتر من سبيس. والسؤال ده عمل مشكله للناس لما قال لهم تري ستراكشر اباف التري لازم سبيس اند فانكشن اوف سيم فانكشن اوف سيم. وده كان اول سؤال في الامتحان وده كان السؤال السهل. تري ستراكشر اباف التري لازم سبيس اند فانكشن اوف سيم. بس انا بقى عندكم فالناس كلها قالت الافضل من بريون وهي فرحانه ووظايفه حاجتين محتاجه فيهم افضل من بريون والليبل بتاعه باثوجينيك انتوتوكسين اللي هو انتوتوكسين والبوليس ام اي ده انتوجينيك اللي هو او انتوجينيك. اول حاجه الافضل من بريون الليبل بتاعه ده باثوجينيك كنا بنسميه انتوتوكسين وان البوليس كرايت ده انجينيك اسمه هو انجين. تاني حاجه قالوا كبسول وظايفه 5 ايه بقى مرحلين رقم ده يا جماعه اي حاجه لسه بره دي اللي لسه بره في ناس قال لك ما خدهاش او في ناس قال لك روح محاضره ما عرفهاش يا جماعه لا يا فاجيلا ارفايلي ما عادش يقول لك اللي كده خلاص هتعمل ايه؟ عيط. هو انا عندي اوتو ممبرين وكبسول خلاص لازم يروح من اي حاجه بره لسه ايه بره يا كبسول يا فاجيلا ارفايلي. ده ليه قصدي بقى؟ يعني حاولوا في الامتحان ما توقفش يعني تنزل لها باين. ساعات الناس بتقول تلاقي اول سؤال بس لا انا هقدر اجيب. ده مش ذكاء يا جماعه خالص. يعني رقم ده لو ما جبتهاش حط علامه جنب في ورقه ودي على اللي وراها. يعني انت تفكر ازاي تجيبها. طيب في سؤال جه قبل كده ريفرنس بين الانر ممبرين والاوتر ممبرين ده احلى سؤال هقوله. ولو حد سمع حل انا ممكن يمشي. لان انا حاسس الناس ده احلى سؤال هقوله. اللي سمع حد يمشي. كان في سؤال ديفرنس بين الانر ممبرين والاوتر ممبرين. بصوا معايا بقى
عندنا مع بعض الانر ممبرين والاوتر ممبرين. بصوا معايا اربع فروق بس. الانر ممبرين مين ايه؟ حد يعرف؟ ده السيل ممبرين. ده السيل ممبرين. الاوتر ممبرين ده بارت اوف سيل وول. الانر ممبرين ده عباره عن السيل ممبرين، والاوتر ممبرين ده عباره عن بارت من السيل وول. بريزنت يا ترى يا جماعه الانر ممبرين ده موجود فين؟ قول بس كده. ده في جرام ايه؟ جرام نيجاتيف. يعني عندنا مع بعض الانر ممبرين ده السيل ممبرين، والاوتر ممبرين ده عباره عن بارت اوف سيل وول. الانر ممبرين موجود في كل بكتيريا، الاوتر ممبرين موجود في الجرام نيجاتيف. النقطه اللي ورايا يا جماعه الاستراكشر. الاستراكشر يا جماعه بتاع السيل ممبرين انتوا خدتوه. بروتين خلاص رجع جلوب. بروتين فوسفوليبيد وبكتيريا اسمها مايكوبلازما كاسكيد. الاوتر ممبرين يا جماعه عباره عن لايبو بوليسكارايد. عباره عن لايف بوليسكارايد. هو السؤال ده لما جه عمل مشكله دي. بس يا دكتور. الناس مش لايف بوليسكارايد ولايف بروتين؟ لايف بروتين طالع من لايف بروتين طالع من الطبقه ديت ماسكه الطير اللي كده. السؤال ده لايف بروتين. بس انا عايز اساعد كده على لايف بوليسكارايد. هو السؤال ده لما جه عمل مشكله الناس كتير ما كانتش تعرف ان الانر ممبرين ده اسمه اخر لمين؟ سايتوكاين. ماشي. المهم بقى هات النقطة الفانكشن. وظائف السيل ممبرين جمع لها كلمة سيل. وظائف السيل ممبرين جمع لها كلمة سيل. حد فاكر أحلى كلمة كانت إيه؟ الميزوزوم. لا تنسى الميزوزوم برا. وخدنا مع بعض إن اللايف وول سكراي ده وظيفته حاجتين ليبيد وبول سكراي. الليبيد ده عنده توكسين. توكسين. وبيعمل باص جينيستي. البول سكراي ده اسمه أو أنجين. أنجين. يبقى عندنا مع بعض وظيفة النمل ده انتوستن بوكليك وجزء ده اسمه هو اسمه. في حاجة بقى الأسئلة دي خلي الرئيس كده بقى وكل الامتحان. لا شوفوا بقى الفكرة بتاعت الصحافة. الصحافة دي لو في ناس عايزة تكتب قايل لكم بس سألوني أنا مش مؤثر والله. أنا قلت لهم لا أصل مش مؤثر مش تصريح أو أصل مش تصريح.